يعني في شركات تقول لك والله انا عايز مياه مبرده، خلاص اروح بشتري سكده على بعض كده من مورد بكل حاجتها بالانجينيرنج بتاعها وكانها اكويبمنت هتركب، والطي النت وخلاص على كده، وهي بالنسبه له بلاك بوكس مش فارقه معاها بقى ايه اللي جوه، المهم تودي النتيجه. او واحده تقول لك وليه؟ ما انا اللي عاملها، الموضوع ما فيهوش اختراع يعني، وتروح هي ايه مش عاملاها سكده، عاملاها جزء من الانجينيرنج ورك بتاعها. سواء عملت كده او عملت كده، هي هتبقى يوتيليتي ستيشن خاصه بالمشروع. وصل لكم الحته دي؟ بس مهم ان انتم تبقوا فاهمينها. اوكي خلاص، عنده كولينج ووتر، ممكن ايه يحتاج يوتيليتي ووتر، مياه خدميه. المياه الخدميه دي زي ايه؟ يوز مينلي ان يوتيليتي ستيشن اند اكويبمنت انترنال كليننج، يعني اللي هو الكليننج في الايه في الاكويبمنت، بيبقى ميه في البلانت بحيث ان هو ايه الاعمال الايه التنظيف، مش التنظيف اللي هو الهوس، لا التنظيف المحتاجه البروسيس. يعني الناس اللي لحد ما انفولفد في البلانتات هتبقى لحد ما فاهمه الجزئيه بتاعت اليوتيليتي ووتر، يعني مش مجرد ميه عاديه يعني، بتبقى معالجه. ها اللي بعد كده البويلر ووتر، لما بيكون عندي محتاج اسخ يعني يبقى مي ستيم، بعمل بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما بتبقى انتجريتد سكيد بالبويلر ووتر بتاعتها، يا اما بجيب لو انا هعمل الستيم واجيب انا بويلر وهعمل انا الستيم بتاعي، بجيب حاجه اسمها بويلر ووتر بتبقى مياه معالجه علشان تخش على البويلر وتم ايه تعمل لها ايه غليان، مش مجرد ميه عاديه، لا بيتم عليها معالجات كيميائيه علشان ينفع ان هي تتغلي في الغلايات وينتج من خلالها الستيم. في حاجه اسمها بقى البوتابل ووتر او الامرجنسي ووتر، ودي تبقى ايه ببساطه كده الميه مياه بوتابل ووتر، دي مياه الشرب. والامرجنسي ووتر دي بقى الميه اللي بتبقى ايه، يعني ايه امرجنسي ووتر؟ الامرجنسي ووتر مش بتاعت الحريق، لا الامرجنسي ووتر لو انت مشيت كده في البلانت هتلاقي حاجه اسمها اي ووش او سيفتي شاور. ده بيعمل ايه؟ الاوبريتور وهو اثناء التشغيل ممكن لا قدر الله تحصل حاجه خطا ما سواء منه او حاجه مش مظبوطه، فيتعرض لكيميكال، الكيميكال دي ممكن تكون فيها توكسيكتي معينه بشكل سميه او مؤذيه لو اتعرضت لجلد الانسان او لعينيه. فبالتالي هو مش هيستنى حضرته ان هو يروح لل الكوموديتيز الاكيوميديشن بتاعه او المبنى اقرب مبنى علشان يروح ايه يغسل وشه او يغسل عينيه او يغسل جسمه. لو حضرت جسمه. فبيعمل ايه؟ يروح ببساطة شديدة عاملين له حاجة اسمها اي ووش، يعني حاجة تغسل يعني يقدر يغسل وشه كده، زي حوض صغير يقدر يغسل وشه بسرعة داخل البلانت، بحيث ان هو لو اتعرض لأي حاجة زي كده يروح داخل سريعا جري كده يغسل عينيه بسرعة قبل ما يحصل دامج لإيه؟ لعينيه أو وشه. والسيفتي شاور ده لو جسمه اتعرض لأي حاجة من الحاجات دي لا قدر الله، يبقى كأنه دش حرفيا، بيبقى ليه كده زي سوسته كده يدوس عليها ينزلها لتحت، ينزل شويه ميه تحت يستحمى بحيث ان هو يلحق نفسه بسرعه قبل ما يبتدي يروح لل الكوميديشن او البلانت وياخد بقى السيفتي الفيرست ايد بتاعته اللي هو علشان بعد كده بيبتدي يتعالج. فنظام ايه؟ نظام طوارئ علشان يلحق الاوبريتور ما يحصلوش بيرمننت دامج لو اتاخر عليه اكتر من كده. فده مفهوم كلمه امرجنسي ووتر. ماشي؟ فانت في البلانت تبقى تلاحظ بقى وانت ماشي كده، ايه ده؟ ده ايه الحوض الصغير ده؟ او ايه الدش ده؟ ده يوتيليتي ده اي ووش او ده سيفتي شاور، ويبقى بالتالي في يوتيليتي امرجنسي ووتر مخصوصه، سيستم كامل معمول علشان يوصل ميه نظيفه لل الاماكن دي. فهي فور وركر سيفتي اند درينكينج ريكويرمنتس، يقدر يشرب منها برضه. بوتابل ووتر سيستم انكلودينج اي ووش and safety shower station. بعد كده بيجي الفاير فايتنج ووتر اللي هو نظام الميه المطلوبه لنظام الحريق، ودي بتبقى ميه كولينج بتبقى فيها سبرينكلرز، بتبقى كده اسمها رشاشات، وبتبقى سيستم كده مخصوص اللي هو الفاير، وبيبقى فيه بقى زي مونيتور والحاجه اسمها المونيتور هنا المقصود اسمه فاير مونيتور كده، بيبقى اللي هو العسكري بيسموه العسكري، او اللي هي الرشاشات لو بيحصل حريق لا قدر الله يقدر ياخد منها اللي تقدر اللي هو اسمها ايه دي؟
عربيات الحريق تقدر تركب عليها الفلانجات بتاعتها وتقدر تطفي بقى الحريقه بتاعتها، او اللي هو يكون في مدفع ميه يقدر يطلع منه الجيت بتاعت الميه عشان يلحق برضه يطفي الحريقه، او بيكون في رشاشات حوالين السفيرز او التانك علشان يقدر يلحق يطفي. ومن الحاجات المفارقات برضو ان السبرينكلرز اللي بتبقى حوالين التنكات او حوالين السفيرز او التورات اللي انت ممكن تلاحظها دي ما بتبقاش معموله عشان تطفي الحريقه، هي بتبقى معموله علشان تبرد ايه السفير او التانك لو حصل هازارد علشان ما تحصل لهاش هي كمان ايه اكسبلوجن. يعني افتراضا لو لا قدر الله حصل حريقه ما بسبب ما، فيلحق يبرد الستورج تانك او السفير او التاور بحيث ان هو ما يتعرضش لكولابس ديو تو الراديشن اللي جايه من الحريقه اللي جنبه. اوكي؟ علشان يعني ايه يمنع الكارثه انها تتضاعف يعني، لكن مش هنا تطفي الحريقه عكس نظام الحريق اللي موجود في المباني. تمام؟ ده بالنسبه للووتر سيستمز. في حاجه اسمها بقى ايه؟ الستيم سيستم. الستيم سيستم ده زي الباور باور ذا ستيم تيرباينز. من الحاجات اللي ممكن تكون برضو ملفته ان البلانتات دي ما بتكونش بلانتات عاديه، يعني في بعض البلانتس بتبقى ضخمه جدا زي حقل غاز زهر، ده حاجه ضخمه جدا. خدين بالكم، وفي حقول زي حقول البتروبيل او اشتغلنا فيها دي، طبعا هو بيبقى محتاج كهرباء. طبعا هو مش هيعتمد على الدوله علشان ياخد التيار الكهربائي. فبيعمل ايه؟ بيعمل محطات توليد كهرباء مصغره داخل البلانت بتاعه بحيث ان هو ينتج كهربته بنفسه ببساطه كده. فطبعا علشان يعمل كده لازم بيجيب تربينه ويجيب بويلر ويبتدي يجيب كومبشن شامبر ويحرق وينتج كهرباء. فطبعا بيحتاج ستيم علشان يشغل التربينه لو ستيم تيرباين، فطبعا بيعمل ستيم سيستم. اوكي؟ الستيم ده يا اما بيستخدمه لو هو عنده ستيم تيرباين بيروح مودي عليه الستيم تيرباين لو محتاج، لو عنده باور ستيشن باور جنريشن يونت، او بيستخدمه في الستريبنج بتاع التراكشنيشن تاور. ابراج التقطير بتحتاج على التريز بتاعها، يعني البرج ده من جواه فيه تريز صواني. الصواني دي بيبقى فيها كبات كده بيخش الستيم من تحت الصواني وينزل البرودكت من فوق بحيث ان يحصل هيت اند ماس بالانس على التريز دي، فيقوم الستيم بيعمل ستريبنج، بيعمل تقطيع واتومايزيشن، اللي هو ايه فصل. يعني الستيم بالاخر بيفصل المنتجات البتروليه في الفراكشنيشن تاور او برج التقطير. فبيحتاج طبعا معاها ستيم علشان يشغله اللي هي الريبويلر اللي بتبقى تحت التاور الفراكشنيشن تاور. تمام؟ فمن الاخر كده انت محتاج ستيم علشان ايه؟ علشان برج التقطير ده. هيت تريسنج لما في بعض الاحيان بيكون عندي البايب محتاجه تكون مسخنه بشكل دائم، يعني محتاج تسخين بشكل دائم، فبيروح عامل ايه؟ بيروح عامل تيوب انسايد تيوب او ايجكتد بايبنج بحيث ان هو تبقى البايب الاساسيه اللي هي البروسيس بتاعته فيها البرودكت وحواليها الستيم بيسخنها وبيحافظ على درجه حرارتها ثابته او بيزودها. وبعض الاحيان بتبقى خطيره قوي الموضوع ده، ليه بقى؟ ساعات بيكون في السيستم بتاعنا بيكون لو انخفضت درجه حرارته عند درجه حراره معينه يحصل فريزنج، يا اما ديهايدريشن يعني يحصل تجمد للميه اللي موجوده جوه البرودكت فتسد المواسير، او يحصل سوليديفيكيشن للبرودكت كله خاصه في البوليمرز. منتجات البوليمرز بالذات بتفضل عارف كده عاملين زي ايه؟ اللي هي البلاستيكات، يعني عاملين زي ايه؟ زي عايز اشبهها بحاجه كده شبيهه بالميه، يعني شبه الميه لو درجه حرارتها نزلت عن درجه حراره الصفر كلها تقلب ايه؟ تقلب تلج. هو نفس الكلام لو درجه حرارته نزلت عند وليكن 30 درجه او 40 درجه، وخاصه لازم يحافظ على درجه حرارتها عاليه اللي هي البوليمرز اول ما تبتدي تتشكل. فلان لو هي نزلت عند درجه حراره التجمد بتاعتها اللي هي بتبقى عاليه نسبيا ممكن تبقى 30 درجه ولا حاجه ساعه الفيز بتاعتها، كل الخطوط دي هتتسد وهتبوظ، وساعتها الخطوط دي مش هينفع تسخنها تاني، وفي الحاله دي هتقطع الخطوط دي كلها. فطبعا دي بالنسبه له كارثه. فعلشان يحافظ ان المنتج ده
في حاله سائله بيكون بيخليه جاكيتد بستيم تريسنج، فيعرف يخليه دايما مسخن علشان ما تقلش درجه حرارته وتحصل له مشكله كبيره. فده اسمه ستيم تريسنج او جاكيتد بايبنج، الانابيب المغلفه. تمام. احنا اتكلمنا على الستيم ترابس اللي هي كوندنسيت شود بي ريموفد فروم ذا لاينز از ات كان بي دامجينج ذا ايه ذا سيستم. تمام. ده بشكل عام الايه الستيم سيستم. لو في حد عنده سؤال على الستيم سيستم والروتر سيستم يتفضل يقوله قبل ما نخش على الايه على الاير الاير سيستم سريعا كده. تمام. في سؤال من الباشمهندس احمد بيقول لو ممكن توضح لي اليوتيليتي. هو بالنسبه له في يعني معنى كلمه يوتيليتي. اليوتيليتي دي المقصود بيها ايه يا باشمهندس احمد؟ اليوتيليتي دي المقصود بيها المحطات الخدميه ايا كان وظيفتها ايه. يعني اللي احنا كنا بنشرح فيه دلوقتي زي ايه؟ زي الووتر والستيم، دول تقول لهم يوتيليتي، خدميات على الايه؟ المين بروسيس. فبالتالي انا عندي البلانت بتاعي ممكن يتكون من شقين اساسيين، البروسيس اريا زي ما احنا اتكلمنا في التصنيف بتاعها از فانكشن، واليوتيليتي. اليوتيليتي ستيشن دي اي حاجه بقى هتعمل لي خدمه. انا البلانت بتاعي زي انا عايز بخار، اتفضل ادي يوتيليتي ستيشن للايه؟ ستيم 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 ستيشن. انا عايز ميه اسمه ده ميه مبرده، اتفضل ادي يوتيليتي ستيشن كولينج ووتر يوتيليتي ستيشن. واخد بالك؟ انا عايز اير ستيم اسمه ده يوتيليتي اير.